انا عملت دراسه بلا جدوى. ايه؟ اكتشفت ان كل المنظفات والمطهرات بتقتل 99% من الجراثيم، في 1% ملودهم. قلت ده لعبتي، هجيبك بلبوس. يلا. انا حاسس ان هم كانوا يقدروا يقضوا على 100%، بس هم بيسيبوا 1% دي عشان يبقى عبره لبقيه الجراثيم، وروح يحكي للجراثيم حكايه المذبحه اللي حصلت لل 99. وانت عايز تفهم المشروع وخلاص؟ لا يا عم، هو ال 1% ده ملوده الحقيقي. يعني انت المنتج بتاعك بيقضي على 100%؟ لا لا لا، انا ما قلتش كده يا عم، انا بقول لك بيقضي على 1% اللي ملودهم بس.